سجال حول تكليف وزير المالية لوزارة النفط. ما في بهالبلد إلا هالولد وزير يمتلك كل شيء، ما في ريال بالكويت، ما في امرأة في الكويت، ما في شيخة بالكويت تمسك، ما في شيخ بالكويت يمسك هالوزارة. الكويت متروسة كفاءات، الكويت متروسة، لكن للأسف عطني التقرير الأخ الرئيس. الجلسة اللي فاتت في 1/3 معالي وزير الكهرباء أقسم أمام المجلس بحكم أنه وزير وبهذا يعتبره الوزير 16. عندنا مشكلة الأخ الرئيس أن معالي وزير المالية هو أيضا حاليا وزير المالية ووزير النفط بالوكالة. بالوكالة عن من أخ الرئيس؟ أعتقد يعني يفترض على الأخوة في الحكومة أو على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يحسم هذا الأمر، والكل يعلم وزارة النفط مدى أهميتها، فأرجو أن يكون أيضا يكون بالأصالة أو يوحد لأي وزير من الوزراء الموجودين حاليا وزارة النفط بالأصالة. إذا كل وزير بيأخذ وزارتين، وزارة بالأصالة وزارة بالوكالة، وإذا قدمنا على استجواب بالوكالة نقلتها لوزير آخر، فهذه سابقة الأخ الرئيس، أول مرة يجون 16 وزير واحد منهم بالوكالة. لا يمكن أن يستمر الأخ أنس الصالح أن يكون بالوكالة. أنس الصالح بأداء المتميز سواء في وزارة المالية أو في وزارة النفط الآن يجب أن يكون الآن بالأصالة حتى إن شاء الله نسكر هذا الباب وننتهي منه. أننا نتمنى أن يبقى وزراء بالوكالة، نتمنى أن يكونوا بالأصالة لتكون المحاسبة شفافة وواضحة. شكرا. تسمية الأخ الفاضل أنس الصالح نائب رئيس وزير المالية وزير النفط بالوكالة من ما يعني بأن لم يتولاها بالأصالة حتى الآن، وهذا القرار ينعقد عند سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الحكومة بناء على أوامر سيدي حضرة صاحب السمو الذين يحددون أين تذهب الحقائب بالأصالة. شكرا أخ الرئيس. اليوم كان